وين مرقة غسيل؟ ليش؟ شو بدك فيهم؟ بدي انشر شغلة، اعطيني اياهم. شو هالتطور هاد؟ ما في بالعادة تنشر اواعيك لحالك؟ ما بدي انشر اواعيي. لكن شو بدك تنشر؟ علم المانيا. وليش بدك تنشر علم المانيا بقى؟ هيك لحتى جاكر جارنا ابو محدين، لانه حضرة جنابه حاطط لي علم هالقد قده للبرازيل على شباك بيته، وكانه البرازيل حطت كأس العالم بجيبتها. ولك هلكتني يا عادل، كأس العالم هلكتني، ما بده يخلص هالكأس بقى. هلا خلصيني، ليش كتر الحكي؟ الملاقط وينه؟ جوا بالحمام. شو شايفتك لابد اليوم، لا من تمك ولا من كمك، اكيد المانيا خسرانه. لا ولا يهمك، هلا بيجيبوا التعادل. الالمان شعب عنيد ومقاتل، ويا ما كان يخسر بقول بقولين ويرجع يظبط حاله. ها ايوه طبعا. لكن ليش انا بحب الالمان؟ لانه الفريق الالماني ما بيعرف الياس ابدا، مو مثل فرقنا من اول جول بيتلبكوا بيتكركبوا وبيفقدوا ثقتهم بنفسهم. بعدين وينك؟ هون ما في شيء متروك للصدفه، ما في شيء، لا كل شيء مبني على العلم على التخطيط. بتعرفي انه المدرب الالماني حاطط تحت ايده 10 جواسيس حتى يتجسسوا على الفرق الثانيه ويعرفوا وين مكامن ضعفهم؟ 10 جواسيس؟ ايش هن جايين يحاربوا ولا يلعبوا بالطابه؟ يا ستي شغله اصعب من الحرب، لانه الالمان عندهم ارض الملعب مثل ساحه المعركه فرد شكل. جول 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 جول، الله اكبر. شفتي ما احلى هالجول يا هنا؟ شفتي وهجم لك تعادل. لك تسلم لي عينك يا امير هوف، تسلم لي على هالضربه، تسلم لي وتقبر عظامي يا حق. يا غنيمتنا، يعني ما كان ناقصنا الا الالماني يفوتوا جول مشان تكمل محاسننا. لك انت شفتي نطحت هالراس ما احلاها؟ هلا بيكون ارتفع سعر بيرهوف لاكثر من مليون دولار من ورا هالنطحه هي. هلا من ورا هالنطحه هي بده يغنى؟ لك طبعا. ايش خاروف هو؟ اوعك ها هنا، شو هاد شو هاد بترجاكي؟ ها لا تغلطي بحق بيرهوف ابدا، بنزعج منك، بنزعج تماما. حاضر ويخرسنا. الحمد لله انتهت المباراه خي، هلا ارتحت. بس المانيا ما ربحت. مو مشكله، التعادل منيح، المهم انها تتصدر المجموعه. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لانه اول المجموعه السادسه رح يلعب مع ثاني المجموعه الخامسه، يعني المكسيك، بينما الثاني رح يلاقي هولندا، بعدين رح يلعب مع الربحان من اول المجموعه السابعه وثاني المجموعه الثامنه، وعلى الاغلب كرواتيا او رومانيا، يعني هيك صار طريقنا سالك لدور الاربعه بكل سهوله. ممكن اسالك سؤال؟ ايه تفضلي. هلا لو خلصت الجداول الاحصائيه المطلوبه منك بالوظيفه، مو احسن ما ضيع وقتك بهالحسابات الفاضيه اللي ما لها طعمه؟ ما في فائده، ما في فائده يا هنا. الشرخ يلي بيني وبينك كل ماله عم يتوسع، وبيني وبينك ولا تزعلي مني، كان لازم اتجوز وحده بتحب كره القدم والفريق الالماني تحديدا. ما صار شيء حبيبي، فيك تلحق حالك من هلا. Thank you.
استاذ عادل، استاذ عادل. ايوه شرف لو سمحت. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شو لك ابو جميل؟ يا اهلين وسهلين. يا ميت مرحبا. تفضل استاذ. يخلي لي اياك. خير استاذ، ليش ما قطعنا؟ صار لك زمان ما مريت علينا. لا والله مالنا غنى يا ابو جميل. بس شو بدي اقول لك، مشغول شويه. خير ان شاء الله. شو اللي شاغل بالك؟ شو اللي شاغل بالي؟ كاس العالم، مونديال القرن، مالئ الدنيا وشاغل الناس. اخ من هالمونديال الزفت. بتصدق بالله خرب لي بيتي؟ اوف، وليش بقى؟ شوفت عينك، القهوه فاضيه عم تصفر صفر، والناس ببيوتها قدام التلفزيونات عم تتابع المونديال. ايه صحيح، بس الحق عليك انت. الحق علي انا؟ بشو؟ لك يا ابو جميل، على حساب انت فلهوي وابن سوق وبترقطع الطاير. ايه ما فهمت. يلي بقصده انه الناس كلياتها وبكل دول العالم عم تستفيد من المونديال الا حضرتك. شلون عم تستفيد؟ من كل شيء، من كل شيء، من النقل التلفزيوني والسياحه، الاعلانات، المراهنات، الصفقات. انت ابو جميل تطلع على التلفزيون بهالوقت بتلاقي كل الدعايات الها علاقه بكاس العالم، كلها من اولها لاخرها. مزبوط، لاحظت الشيء. شي بيقولوا لك هذه هي الثلاجه الرسميه لكاس العالم. شلون يعني الثلاجه الرسميه؟ الله اعلم. ومين هذا اللي اعتمدها؟ كمان الله اعلم. او بيقولوا لك مثلا هذا هو الشراب الرسمي لكاس العالم، او بيقولوا لك رونالدو حلق دقنه بالمعجون الفلاني، روبرتو باجيو غسل وشه بالصابونة الفلانية، روبرتو كارلوس عقم صلعته بالكولونيا العلانية. وقيس على هالمنوال يا أبو جميل. حتى الأخبار اختفت تماما. لك اختفت، ما عدنا سمعنا غير أخبار كأس العالم. يعني صارت أخبار الحروب والكوارث والمجازر درجة تانية قدام أخبار المونديال. ما بتتذكر إسرائيل لما اجتاحت بيروت من غير اليوم عام 1982 كيف اختارت وقت المونديال لتبدأ الاجتياح؟ ليش يا حزرك؟ أكيد لأنه العالم ملتهي بالمونديال. بالضبط، لأنه الصدى الإعلامي للمونديال رح يغطي على أخبار الاجتياح ويخفف من ردود الفعل العالمية ضده. هالحكي اللي عم تحكيه استاذ عادل مزبوط وبمسم لك عليه بالعشرة، بس لحد هلا ما فهمت شلون أنا بدي استفيد من المونديال؟ الشغلة بسيطة كتير أبو جميل. حط تلفزيون كبير بصدر المحل وشغله على المباريات مع شوية دعايات وشوية يعني، وشوف كيف الناس رح تكفت على القهوة كفت. والله فكرة ممتازة، شلون ما خطرت على بالي من الأول. أنا بعرف، أبصر شو اللي شاغل بالك أبو جميل. يا سيدي اعتبارا من بكره رح نفذ الفكره، ما في كلام. عظيم جدا، وإلك علي من بكره اجي انا والشباب ونعسكر عندك هون. اهلا وسهلا. منيحين؟ على راسي. بالاذن ابو جميل. مع السلامه. السلام عليكم. الله معك. اخي المساله ما بدها شطاره. الكاس للالمان، ان قلتوا ايه وان قلتوا لا. والله اللي بيشوفك متحمس كل هالقد بيقول فيك عرق الماني من ناحيه جدودك. شو عم تمزح انت؟ ما بتعرف بجوز يطلع الاخ بيرهوف قرايبه. هلا لا حدا يقعد يتمسخر على بيرهوف، خليكم مهذبين، انا ما بسمح لكم ابدا. ها لا سيدي، بدك تسمح لنا وحاج تحتد، بكره المانيا بتنقلع برا وبتقلب حضرتك بيناتنا قد الصوص. لا والله ما حزرت يا حبيبي، البرازيل يلي بدها تطلع مو المانيا. طالما رونالدو موجود فالكاس للبرازيل. دخيلك دخيلك انت ورونالدو تبعك. على فكرة هذا أكبر كم بتاكله البرازيل، ضل الإعلام ينفخ فيه ينفخ فيه حتى سواه هيك قد البالون وكبر له راسه على الفاضي. لا والكاميرات لاحقته بالملعب على الدحسة وكأنه شي قديس هيك عم يتفتل بالملعب. ومو بس هيك، لحقوا لي خطيبته على المدرجات وصاروا يصمدوا ليها على الشاشة مع إنه أغلظ منه. على كل حال بسيطة، لنشوفها شو رح تساوي بكرة وقت رح ينفس خطيبه ويطلع لبرا. صدقني ما رح ينفس. على القليله رونالدو اغلى لاعب بالعالم ودافعين فيه 30 مليون دولار. دخلها بيروف الالماني تبعك قديش بيطلع حقه؟ قديش بيطلع حقه يعني؟ اذا حمي سوقه والتقى له راغب يا دوب يجيب 10 ملايين. ايه بس الفريق الالماني بيعتمد على اللعب الجماعي والتكتيك اكثر من اعتماده على النجوم. يا عيني عليك يسلم لي هالحديث. بظاهر الاخ الماني مو هيك؟ قصدي من مشجعي الفريق الالماني للعظم. ايه تعال هلا تعال
هلا وقع لك المعالجه. تعال طلع نجح يا راين. استاذ عادل، المدير طلبك على مكتبه. ايه يلا 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 جاي. شكرا. عفوا، اهلا وسهلا. شو بده منك يا ترى؟ ايه انا بعرف، اكيد بده يسالني عن الجداول الاحصائيه. ليش لسه ما خلصتها؟ ليكو تاني ليكو، شلون بدي اخلصها وكاس العالم شغاله؟ طيب شو بدك تقول له؟ شو بعرفني؟ الله يستر. تفضل. يعطيكم العافيه استاذ. اهلا استاذ عادل. خير استاذ، قال طلبتوني. اي نعم. شو اخبار الجداول؟ على وشك انه تنتهي استاذ، على وشك. استاذ عادل، مالك ملاحظ انه تاخرت شوي؟ معكم حق استاذ، والله معكم حق، بس انما الواحد عفوا استاذ، العلم مو علم ايطاليا؟ ايه. انا بهنيك على ذوقك استاذ، فعلا انك ذواق حقيقي لكرة القدم. المنتخب الطلياني هو احسن منتخب، لعب وفن وهندسة وتكتيك كمان. ايه بس انا ما بشجع ايطاليا، وهذا العلم لابني الصغير نسيه هون قبل شوي. مين بتشجعه لكان استاذ؟ البرازيل طبعا. ايه طبعا البرازيل، طبعا البرازيل سيدي. وانا قلت هيك، قلت لحالي مو معقول سيادة المدير ما يشجع البرازيل. الحقيقة مثل الفريق البرازيلي ما عاد الله يخلق، خاصة رونالدو. تسلم لعينه محلاه يا سيدي. لا ولا خطيبته الأمورة، شفت شو مهضومة يا استاذ؟ وش ملايكي، وش سبحان الذي خلق لها الوش. اي والله سبحان الذي خلقها، بس ترى بيستاهلها. اللي بيستاهل طبعا سيدي، طبعا استاذ. زلمة حقه 30 مليون دولار، يعني مين بده يخطب؟ مين؟ تحية كاريوكا؟ أقل منا يخطب هيك شقفة يا سيدي. طيب شو قلتك؟ يا ترى البرازيل بتاخد الكأس السنة؟ لازم تربح سيدي، لازم تربح. إذا المنطق فرض نفسه، الكأس للبرازيل وما حدا راح يحمله غير دونكي، قصدي دونكا، الكابتن تبعهم يعني. بس بيني وبينك أنا زعلان لأنه روماريو ما راح يلعب. معك حق تزعل يا سيدي، معك حق تزعل وتنقهر وتنفلق كمان، لأنه روماريو لاعب عظيم لن تجود الملاعب بمثله. بس رغم هيك ما بيخاف على البرازيل. خي طمني هيك. خلي لي يا استاذ، الله يخليك. برازيل. ما شفتوش لون عم يبكي؟ لو روماريو كان مع البرازيل كان غير شكل. لك حاجي علاك، حاجي علاك مصدي بقى، شو الحكي اللي بينزل بدال؟ قال روماريو، قال بلا روماريو بلا بطيخ بسمير. يعني في وبلا البرازيل بدها تخسر كأس العالم، مبينة حبيبي الشغلة. العمى بعيونه شو صاير عم بكرهه لهالروماريو. أصلا أنا من اليوم ورايح بدي شجع فريق فرنسا. والبرازيل؟ ما عطقتن بعد ما تآمروا على المغرب، العمى بعيونهم ضلوا ورا العرب لطالعوهم برا. ليش ايمتى العرب كانوا جوا؟ من طول عمرهم برا. هلا اتركونا من السياسة وقلبوا لنا هالأسطوانة إذا بتريدوا. لك صحيح، على فكرة إلنا زمان ما سمعنا أخبار. لك صحيح هاشيموتو استقال؟ والله أنا هيك سمعت. مين هاشيموتو؟ مدرب اليابان؟ لا، رئيس وزراء اليابان. وليش استقال؟ ليكون لأنه اليابان طلعت من الدور الأول ما هيك؟ يعني معقول رئيس الحكومة يستقيل مشان هيك سبب؟ شو ما ضل براسك أنت إلا كأس العالم وبس؟ الله وكيلك، بننام على سيرة المباريات ومنفيق على سيرة المباريات. وأبو محدين نفس الشيء. لا مو بس هيك، تصوري صار يحكي عن المونديال بنومه. الليلة الماضية فاق بالليل وهو عم يصرخ جول جول. الله وكيلك انقطع قلبي من الرعبة، فكرته صار له شيء. أنا مبارح تأخرت شوي بتحضير الغداء، قام عصب لك علي شو تعصيبة وسحب لي كرت أصفر. وقال لي مرة تانية بعطيكي بطاقة حمراء وبحردك لبيت أهلك. فظيعين هالرجال، ليش هيك عم يعملوا؟ ما بعرف، معقولة عم يطلع معهم هالشي نتيجة فراغ عاطفي؟ فراغ عاطفي؟ ليش بنا نحنا؟ وين رحنا؟ إلا كان شو السبب؟ يا ستي هدول ما قالن مرة يحكوا بالسياسة، عم يحكوا بكرة القدم. معقولة كتير، أو بجوز يكونوا عم ينفسوا تنفيس. بتصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. وقت عم شوف فطبول أو عم اسمع صوت المعلق الرياضي عم يجي لغط على قلبي. وأنا مثلك، إلى إمتى بقى؟ طلعت من مناخيرنا هالشغلة. الله يمضي هالمونديال على خير وسلامة، بنخلص من كل هالعيب.
الله وكيلك يا استاذ، رفقاتي بالقسم كلهم ضد البرازيل. شو هالحكي؟ الله وكيلك ما بزل عليك، ما في غير انا برازيلي والباقي يا اما مع المانيا يا اما مع فرنسا. لا وشو؟ دائما بيحكوا على رونالدو خطيبته بالعاطل. تصور يا استاذ، وبينتقدوا المدرب زكله وخططه. شو هالحكي؟ لك الله ما يعطيهم عافيه. امين يا رب. لا وشو بيقولوا لك كمان؟ قال شو؟ البرازيل تآمرت ضد المغرب وطلعتها برا. ولك اخي نحن العرب دائما هيك، كل ما بنخسر بنقول تآمروا علينا. طيب ليش ما لعبت المغرب اول مباراه مثل العالم والناس وفازت على النرويج؟ مو هيك؟ يعني لو كانت ربحانه اول لعبه ما كانت تركت مجال للحكي والقيل والقال. فظاعه على الناس شلون بتفكر. على فكره انت استاذ عادل افهم واحد بالقسم تبعك، افهم واحد ما في كلام. هذا من لطفك يا سيدنا. مثل ما عم بقول لك انا استاذ عادل نظرتي بالناس ما بتخيب ابدا. انا من اول ما شفتك كشفت معدنك استاذ عادل. بتصور انه آن الاوان لتاخذ موقعك المناسب بالشركه. الله يخلينا اياك يا سيدي، الله يخلينا اياك. دريتوا انه عادل صار رئيس قسم؟ شو هالحكي؟ من امتى؟ اليوم طلع قراره. ليكو السهيان ليكو، والله عارف يدبر حاله. لك على علمي ما في حدا وراه، لك هذا مين دعمه؟ ما عاد حدا قليل عند ربه هالايام. لك طيب شلون بيسلمون في ثلاثة أربعة بالقسم أقدم منه وأحق؟ يا سيدي حط بالخرج، ما عاد حدا دقق على هيك شغلات. قلتك. شو رأيكم نروح نبارك له؟ لك ليش استلم رسمي؟ هو استلم المكتب، بس القرار لسه ما توافق من الوزارة، يعني شغلة روتين. قوموا شباب، قوموا لنبارك له. هذا بدقق كثير وكان بيعتب علينا، قوموا. إن شاء الله. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ عادل. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب يا اهلين. صدقني انه انت من زمان بتستاهل هالمكتب هذا. شكرا كثير يا حبيبي، بس يا ترى على شو جايين تباركولي؟ على مركزي الجديد ولا على فوز المانيا على المكسيك امبارح وتاهلها لدور الثمانيه؟ يا سيدي عتنين سوا. صح عتنين سوا. طيب بدي اسالكم، شو رايكم بالمباراه؟ مباراة حلوة. لا تقولوا يا أخي الماكينة الألمانية لما بدها تشتغل ما بيعود حدا بيوقف وجهها، وإذا الله ما خيب لي ظني رح تضل شادة للمباراة النهائية، وإن شاء الله تعلق البرازيل بين إيديها بالنهائي لتشوف شلون رح تنشرشح شرشحة. تفضلي. يسلم هالإيدين، ليش هيك عذبتي حالي؟ عذابك راحة تقبريني. تعرفي رح أشرب القهوة بسرعة وروح مشان أطمن على عادل. خير شبو؟ ما بعرف، فات على هالغرفة وما عاد طلع منها، مسكر على حاله الباب، زعلان على الفريق الألماني لأنه طلع من الكأس. شفتي؟ شفتي على الخسارة مبارح؟ ما كان حدا حاذر عليهم أبدا. أنت لو تشوفي عادل شو عمل. صدقيني خفت عليه من شي جلطة. يي بعيد الشر. رجع من القهوة وعقدته شبرين وتعدميه إذا نطق بحرف خلال نص ساعة، وما في غير هالتليفون يرن وهو يأشر لي مشان ما رد. ليش بقى؟ لانه هدول اكيد رفقاته بدهم يجاكروه ويشمتوا فيه. فظاعه فظاعه شلون بيشمتوا بعزة بعضهم. وبعدين فات على هالغرفه وسكر على حاله الباب ولهلا ما طلع. مسكين باين عليه كثير متاثر. متاثر وبس؟ الدنيا كلها مسوده بعينه. بعكس جوزي تمام، هداك كان كثير فرحان مبارح لانه المانيا راحت من طريق البرازيل. ايه لا ما له حق جوزك يفرح كثير يعني. بعدين عدم المؤاخذه، يعني إذا هو واثق من فريق البرازيل لازم ما يخاف من أي فريق تاني. بيني وبينك أنا كمان زعلت مبارح كتير. ليش كمان أنت مع الألمان؟ لا مع الألمان ولا مع الطليان، ريتهم ينبعوا والعزة هن اتنين. بس بيرهوف بسلم لي عينه ما أحلاه، نهرت عليه كتير مبارح كتير من قلبي. معك حق، كل لاعبين المونديال بكفة وهاللاعب بكفة، طول وشقار وشخصية، فعلا شي بيقهر. تفضل. تفضل استاذ. شو وينه الاستاذ عادل؟ ليش ما اجى اليوم؟ الاستاذ عادل معتكف بالبيت ومو ناوي يطلع اليوم. ها خير ليش بقى؟ حزنان.
يعني ميت له حدا لا سمح الله؟ لا، حزنان على الفريق الألماني لأنه مبارح خسر مع كرواتيا وتقلع برات كأس العالم. شو هالحكي؟ يعني عادي الألماني؟ قصدي بيشجع الفريق الألماني؟ ألماني؟ أكثر من الألمان نفسهم. والفريق البرازيلي؟ ما بيطيقه. متأكد؟ طبعاً متأكد. أصلاً هو بيقول عن الفريق البرازيلي إنه فريق مايع ولعيبته كلهم طنطات. شو 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 شو؟ طنطات؟ هو قصده إنه اللعيبة يعني عندهم مهارات وفنيات عالية بس بيفتقدوا للعب الحماسي والرجولي بعكس الألمان. طبعاً هذا رأيه، مو رأيي، الله وكيلك. روح روح روح، ماشي الحال، روح بأمرك. هيك لكان يا عادل، طنطات. اي والله يا ستي، مثل ما عم اقول لك، ايه قلب على فرنسا. عم اقول لحالي شو هالعلم يلي معلق على البرندة تبعكم؟ دغري مبارح نزل على السوق واشترى العلم. ليش فرنسا بالذات؟ قال لانه الفرنساوية ناعمين ولطاف، وفيهم لاعب اصله جزائري اسمه زين الدين زيدان، وكرمال عيون زيدان تكرم عيون فرنسا. العوض بسلامتك استاذ عادل، ان شاء الله خاتمة الاحزان. الله يسلمك يا سيدي، بالفعل شي بيقهر. عفوا سيدي، على شو عم تعزيني؟ على خروج الألمان. سمعت انك زعلت كثير. زعلت. زعلت لاني كنت حابين يطلعوا على ايدين البرازيل، هذا قصدي يا سيدي. الله نفذهم، لو كانوا علقانين مع البرازيل كانوا تشرشحوا تمام. ايه صح كانوا تشرشحوا. وشو رايك هلا مين رح يوقف بوش البرازيل؟ ما بعرف، يمكن ما ضل حدا. والفريق الفرنسي ما بيخوف؟ لا ما بيخوف النوب. ايه بس عنده اللاعب ممتاز زيدان. ايه بلا زيدان بلا حديدان سيدي، قدام بابيتو ودينيلسون وكافو ما حدا بيوقف. اكيد، خصوصي كافو. تسلم لي عينه. شو كفو هاللاعب، كفو كتير. تمر شي تاني استاذ؟ لا سلامتك، تفضل لمكتبك. شكرا، يخلي لي اياه. على مكتبك القديم طبعا. ليش استاذ؟ خير؟ للاسف الوزاره ما وافقت على تعيينك، اجت مع عدم الموافقه. على كل خيرها بغيرها ان شاء الله. المونديال الجاي، قصدي يعني الترفيعات الجايه ان شاء الله. ولك انا يا جماعه مالي حظ من هالدنيا ابدا، حطوني رئيس قسم وبعد يومين حلقوا لي، وفوق كل هاد المانيا طلعت من دور الثمانيه. يا لطيف شو زعلنا مبارح انا وعادل شان هولندا، مو هيك؟ وانا كمان قهرت من قلبي، بس بيني وبينك كنت باين علي قدام جوزي. اي والله بيطلقني. يو، ليش لساته جوزك مع البرازيل؟ لساته ماله حق، شو بده بقى بفرد دبقة؟ لازم يغير شوي.
جوزي طول عمره هيك، متى ما حط شغله براسه غير المولى سبحانه وتعالى ما عاد يسحبها منه. فظيع على هالطبع. بتعرفي انا خايفه البرازيل تربح كاس العالم. يو شبنا هناء، بالاول ما كنتي قايمه كل هالمونديال من ارضه، شو اللي غيرك هيك؟ يعني الواحد الا ما يتاثر. بعدين بيني وبينك انا خايفه على عادل يصير له شيء. المسكين انسلت عافيته من هالمونديال وقلب على نصه. لا وكل ما عم يصف مع فريق بيخسر وبيطلع لبرا. هلا ما ضل قدامه غير فرنسا، واذا خسرت لا سمح الله رح تنطبش الشربه يا براسي يا براسه. ليش بقى؟ لانه يا اما هو بده ينجليت يا اما بده يتفشش فيي ويطلقني. اسكتي يا هناء اسكتي، انا يمكن يصير فيني نفس الشيء اذا خسرت البرازيل. استاذ عادل استاذ عادل، اليوم المباراة النهائية ولازم تحضرها عندي. ها ايه اكيد طبعا ما في حكي، ولا تاكلوا هم شيء، الطبل والزمر كله على حسابي. ايه عظيم جدا، بس قلتك مين رح يربح اليوم؟ لك اسيدي انا ما بيهمني مين بيربح ومين بيخسر، المهم انا شو بدي اربح. لك ليكو التاني ليكو. الله معك استاذ عادل. بدك شي حبيبتي؟ يعني إذا حضرت المباراة هون شو بصير؟ ما بقدر يا روحي ما بقدر، لأني تعينت رئيس رابطة مشجعي الفريق الفرنسي، وشباب انتظريني هنيك بالقهوة، بقى ادعي لنا تربح فرنسا مشان الله. الله لا يضيع لكم تعب يا حق. ندرن علي يا هنا، ندرن علي، إذا ربحت فرنسا غير غديكي ببلودان. إيه ينصركم ويوفقكم، الله ياخذ برجلك يا زين الدين زيدان وتفوت كم جول بمرمى البرازيل يا قادر يا كريم. إيه إيه من هدول من هدول. الله يضيع لك تعب. يلا خاطري. إن شاء الله يربحوا يا رب. فضلت تعرف كل جهة اليسرى وانقلها إلى الوراء إلى جمال صنيرة وجهة أمام لاعبين لاعب كيف فرنسا تلعب بمدى في ألف وجه كل لاعب مع الكرة وترامي حجولها يبقى في ركنية لكن طبعا هل تهيئا ومهم أن لا يمر الحق بجهة إليه ديمينسون مع الكرة ديمينسون مراوغ كبير ديمينسون هذا ما زال داخل منطقة الجزاء يراوغ يلعب كرة عرضية ولكن من أين تمر الكرة من أين تمر وهناك 11 فرنسية في منطقة الجزاء هذا ارتداد فرنسي في الهجوم وانطلاقة وخطأ خطأ وطبعا كانت هناك بطاقة دوسيي إذا سيغادر المباراة دوسيي تلقى بطاقة صفراء هذه الثانية ودوسيي سيطرد إذا دوسيي يخرج من المباراة البطاقة الحمراء الأولى في هذه المباراة النهائية والثالثة في تاريخ كأس العالم في المباراة النهائية إذا بطاقتان صفراوان تتحول للون الأحمر وهذه ضربة كبيرة للفرنسيين لأنهم يلعبون من غير لوران بلان الذي حل محل لوبوس وها هو دوسيي أيضا اندفاع من لاعب ذي خبرة لا مبرر له يحاول كاد هجم مرتدة ويعرقل اللاعب المنافس كفو ويستحق البطاقة الصفراء الثانية تتحول تلقائيا للون الأحمر البطاقة الحمراء رقم 22 في فرنسا 98 والثالثة للفرنسيين ودائما اللاعبون الفرنسيين الكبار والكبراء هم الذين يطردون زيدان أمام السعودية ثم لوران بلان أمام كرواتيا والآن مارسيل دوسيي أمام البرازيل في المباراة النهائية ونحن في الدقيقة الرابعة والعشرين تقريبا إذن فرغ بركة الجيد دفاع من اللاعبين عود بأرضك عود بعد زيدان ما في حدا منو هذا الأمريكي كسر رأسك مثل زيدان ما بده يكسر راسكم فراسولا قول هواء يلعن اللي ترى قول هواء واحد مثلك اللي بيخرس يا شباب لا تقولوا معكم يا شباب لا تشربوا القهوة يا شباب يلعن الفكر وصاحبه الو النسر مرحبا دقيقكم حاولي انا ابو شميس صاحب قهوة مونديال لك عندي عم كلاب كبيرة بالقهوة لك كسروا القهوة بين مين ومين لك بين فرنسا والبرازيل لك اخي انا ما عم بمزح عفوا بين الفريقين المشجعين ايه دخيلكم لا تتذكروا وجيبوا معكم كم سيارة اسعاف حكم الضحايا كثرت الله يرضى عليكم لا تتذكروا مع السلامة هناك يا شباب هناك يا شباب دخيلك دكتور طمني شو الحالة بصراحة الحالة صعبة يا مدام
نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. شو يعني؟ يعني إذا ما حكى اليوم بيكون الوضع خطير كتير. أنا إذنكم. طولي بالك هناء، إن شاء الله خير. خلاص روقي. يمكن رح يحكي، إن شاء الله يا رب. هناء. نعم روحي، أنا جنبك. مين؟ أنا هناء. مين ربح كأس العالم؟ فرنسا حبيبي، فرنسا. فرنسا؟ إيه. لازم نعمل صيانة للفرد كل فترة والتانية حتى ما يصدي، لأنه الصلاح المصدي ما بيقاتل وبيروكب. هالقطعة يلي ماسكها بإيدي اسمها السبطانة. شو اسمها؟ ولك تركي هلأ البطيخ مبسمر من إيدك واسمعيني. سامعتك سامعتك، شو مفكرني طرشة؟ وهالقطعة، شايفة هالقطعة؟ هي اسمها الأخمص. شو اسمها؟ الأخمص. علي صوتك أم أسعد، لا توشوشي حالك. اسمها الأخمص، فهمت والله فهمت. شينا هي، وهلأ رح نمسك القماشة بإيدنا ونبلش بمسح القطع. اي قوم خلصني بقى، الأكل صار جاهز والسلطة كمان جاهزة. لك هلأ أنت ليش بصرتك محروقة؟ بقيلي 10 دقايق بس. اجلها هلا، بعدين بيبرد الاكل. يبرد ستي، شو اعمل له؟ وانا الثاني والله كمان ما بقدر خلي الفرد مفكوك 20 قطعة على الطاولة. هلا بعدين بتركبه وبتمسحه، خلينا نتغدى بالاول. ولك شو بعدين؟ شو بعدين؟ شو شنيتي انتي ولا هسترتي؟ العصر لازم كون على طريق درعا عم استقبل الحج نزار السويتكي، ولازم اوصلي مشطين 3 على القليلي. شبك ابو اسعد؟ هلا انت رايح تخوض حرب ولا رايح تستقبله للزلمه؟ ولك يا ام اسعد، ام اسعد افهميني مره واحده بحياتك قبل ما اقطع وموت منك. ها شبك شو حكينا؟ ولك انا كم مره قلت لك الفرح ما بيصير بدون قواص؟ لازم الرصاص يئز ويلعلع حتى يحس الحجي انه في ناس عم تحتفل بجيته، والا بحس حاله مثل الدبانه، ما حدا بيحس بجيته ولا حدا بيحس بروحته. إيه معك حق، معك حق ابو اسعد. شوف لقلك الاكل جاهز، بدك تاكل كل، ما بدك حاتغدى انا واسعد. ايه لا والله ما حزرتي. وليش بقى يا بعدي؟ اسعد ما له غدا. ليش بعدي؟ هيك لانه في عنده درس. يلا ولك درس لك. لك حاجتك غشمني يا ام اسعد، حاجتك غشمني. لك الصغير عنده درس باقسام الفرد ستاندرد ومن ذاته التعبويه والقتاليه. هي ما شاء الله حولك وحول التعليم تبعك ما شاء الله. ولك انت يا اخ من النسوان، انت هيك الله مقدر عليكي تضلي طول عمرك جاهله؟ وليش بقى جاهله بعدين لي لشو؟ لك انت بتعرفي هذا الفرد كم ضرب بيوسع، وانت حضرتك بتعرف كيف بتنحفر الكوسه محشي وقديش بدها بالطنجره لحتى تستوي لي لشو؟ بتعرف ينحفر الكوسه المحشي؟ لك روحي من وشي، روحي من وشي هلا. ايه لك روحي، مو شاطره الا بالبوشه او رد الجواب. روحي تعال هون انت بابا، تعال تعال هون. والله ما حدا بيفهم علي قدك، تعال لشوف. بالكون ما حدا بيفهم علي مثلك، عود هون لشوف. عود اسمع، شوفني منيح شو عم ساوي وتابع. هلا الفرد مبحوت، شو بقول؟ الفرد مبحوت، انتبه منيح. هالقطعة هي لك اترك النفخة من ايدك، العمى ضربك، اتركها حاجة ولدني بقى. شو بك؟ آخر قطعة بتركب بالفرد هي أول قطعة بتنفك، شايف؟ هي وبعدين منعمل حركتين أمان، شوف حركتين، شو؟ أمان. بعدين إذا كنت بشي عرس بدك تفتح أدنك على مصاريعة، يعني إذا سمعت رجال عم تهتف بالعراضة
زين زين مكحول العين وعادنا فورا بتسحب الفرد هيك وبتعوز تك 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 تك. هي اسمها الطريقة الأسعدية، أنا اخترعتها بابا. شايف شلون؟ تك 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 تك. شو صار؟ ايه شو قررت بعدين؟ رح تجي تجيبني من بيت اهلي المساء؟ لا المساء مالي فاضي، خلي اخوك يوصلك. وليش مانك فاضي؟ شو في عندك بقى؟ معزوم على عرس ابن فرحان الوزي. ايه وقريضة عزايم ان شاء الله. ايه والله والله ما عم يعزموك لهون ولهونيك الا مشان تقبضتك كم ضرب. ايه وشو فيها؟ بالعكس هالشي بيشرفني وبيرفع لي راسي كمان. بتعرفي ليش؟ لانه القواص هيبه ومرجله وزقرتاويه. ايه لكن ايه والله العالم لما بتشوفني ماشي بالحاره بالورب مثل السلطعان بيبعدوا عني سفر سنه خشيه واحتراما. لا سيدي لا، مو خشيه واحتراما، بس المثل قال ابعد عن الشر وغني له. والقواص يا ابو اسعد بيني وبينك ها ما في زعل، قلة عقل وطيش، ولدنا مو مناسبة لعمرك، أذوب أذوب. اسكتي يخرب بيتك شجرة، مو شاطرة إلا بالمقلسة أنتِ. ولك يا عالم، يا ناس، يا هو، ولك أنا نص البلد بتخلالي، ومرتي نازلة بساحلي كسح. إي طبعاً، لأنه أنا عم بحكي. ولك على نصتي كل حرف، العمى بقلبك شو بتلعي؟ قسماً بالله يا أم أسعد وهي قدام ابنك، إذا بتجادليني بهالموضوع تاني مرة ما تلومي إلا نفسك. علي ما علي بخليكي شهرين ببيت أهلك. ها اسمعي، هذا فرد أبو سليم شيخ الحيطان. لعيونك أبو سليم رح جاوبك على الحارك. ولا يهمك، خليه يطلع عسكرت لأبوه. شو عليه؟ ودخلك؟ ليش أبو سليم شيخ الحيطان عم بيقوس؟ ما بتعرفي، حاكم هذا أبو سليم حساس كتير وعاطفي، وإيده والفرد. يعني مثلاً بجوز عجبته شي أكلة طبخت له ياها برتو، أو بجوز إجا ضيف عزيز، أو لقط شي طير حمام. بس وينك؟ أنا ما قصرتها وربي يشهد، شوفت عينك وسمع إذنك، فوراً جاوبته وأكيد عرفني. لك تسلم لي عينك يا أبو سليم، تسلم لي. والله شايفت لك سوسة هالقواص رح تخرب بيتنا شي نهار. ولك أنتِ ما في بتمك كلمة حلوة، ما في عندي غير التشاؤم والمقت، العمى على الحالة، بكل الواحد فرحان ومبسوط وبتجي أنتِ بتعكري، إيه شو قد ياها؟ ولشو كل هالفرح بقى؟ ولك أبو أسعد؟ نسيت لما هربت مثل الأرنب من عرس بيت أبو الحطب لما إجت الشرطة وسألوا عنا؟ يوميتها حطوا لك السلم وهربت من على الأسطوح مثل القطط. ولا نسيت لما قوصت بطهور ابن الناطور كيف تخبيت بالسقيفة حتى ما يمسكوك؟ ولا كيف قوصت جدي تبع بيت أبو مرعي؟ ولا كيف بخشت الدش لشيخ الحارة؟ إيه ما حلك تنسى، لأنه ما صرنا شهر مخلصين من حق الجدي والدش. إيه بس بس حاشي علاك فاضي، اصلا هذا كلياته من غيرتك. وليش بدي غار بقى؟ بتغاري مني لانك ما بتعرفي تقوصي، هذا اولا. ثانيا انت عم تغاري من شهرتي. دخيلك وما لقيت تنشهر الا بهالشغله. ليش بها هالشغله؟ كلها رجوليه وقدعني. بعدين نسيتي انه جوزك ابو اسعد احسن واحد بيقوص بالحاره، وفرده بعمره لا ركب ولا عصلج ولا مره. ونسيتي انه انا صرت صاحب مدرسه بالقواص بسموها الطريقه الاسعديه؟ طبعا نسيتي. لك قوم بابا قوم، شو بدنا بقر النسوان؟ قوم على الحكي ليكم. لك لوين بدك تاخده؟ لوين بدي اخده؟ حتى يتعلم شويه زقرتاويه وتتعود ادنيه على قواص احسن ما ينطرش. إيه لا والله ما بتاخده، قال ياخده. ليكم على هالحكي، هاد اللي كان ناقص. لك ليش خايفه كل هالقد؟ اسعد رايح مع ابوه مو مع واحد غريب. ايه ولو كان بخافوا لي على قام تتصيبه شي رصاصة طايشة. والله ببرك برضه يا أبو أسعد. لك مسكينة أنتي مع سعد، والله العظيم مسكينة. يعني منين بدها تجي رصاصة طايشة؟ من جماعتك اللي عم تتسابق أنت وياهم بالقواص. ليش فكرك اللي عم يقوسوا أولاد صغار ولا غشهم بالمصلحة؟ اسمعوا على الحكي اللي بيهز البدن، اسمعوا.
ولك هدول عباقرة أساطين، يعني واحدهم بيقوس 10 مشاط رصاص ومع ذلك لا ايده بتهز ولا فرده بيحمى ولا اذنه بتوش ولا كعبه بيزحط ولا قلبه بيرجف ولا عينه بترف. مدام بتحبوا القواص هيك، دخلك ليش ما بتروحوا على فلسطين او جنوب لبنان مثلا؟ ولك هلا لا تخلطي لي شعبان برمضان، نحن قواصنا للفرح وبس. قوم بابا قوم قوم خلصني. إيه لا والله ما بخليك تاخده على هيك مسخره والسما زرقاء. ولك بيكون حمار وخرفان، كل واحد بياخد وبيعطي مع النسوان. اي والله المحاورة معكم بتجيب الجنان. تعال تعال. ام اسعد، يا ام اسعد، لك ام اسعد. أهلين أبو أسعد، خير؟ شو في؟ لبسيلي الصغير بسرعة الله يرضى عليكي. خير، ليش بدي لبسه؟ بدي أخده على مصور حتى يصور لي أبي هالبدلة هي. بدلة شو؟ شو هالبدلة هي عكي؟ لا معلش يا أبو أسعد، خليه بأوعي أحسن، فوت. لا ستي ما حذرتي، ما رح صوره إلا بهالبدلة، وبدي أحمله فرد كمان. يا علينا، رجعنا لقصة الفرودة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك خلصيني هلأ بيسكروا المصورين، صارت الساعة واحدة. إيه؟ لك إمتى بدي أخلص من فصولك وعمايلك؟ إمتى بدي أفهم بس؟ أمنت بالله تعمي. لازم عود الولد عرجولية من صغره. ولك يسلم لي اللي خلقك، يسلم لي. لك شلون طلع مثل مونتجومري؟ ولك ما تعدم النياشين اللي على صدرك يا بابا، عقبال ما ينملى صدرك نياشين حقيقية مو تقليد كيف ما كان، وعقبال ما تنملى كتافك نجوم وشواهين ونسور وحساسين. ولك تروك من ايدك هالمسخره. إيه؟ وحاجتك ودني وصغر عقل بقى. شو ها؟ شو بده يكون يعني دب؟ لك شو هالدب؟ ليش هيك لونه؟ لانه من روسيا، هيك الله خلقه بعد اسمه الرب. دب روسي؟ وشو جابه لعنا هذا؟ اخي احمد اشترى له اياه، عندك ماني؟ الك والتاني على الاستفاده، وما لقى غير دب روسي الا الدبب عنا. بعدين وينك؟ من هلا ورايح بتنبهي على كل اهلك واخواتك وبتقليلهم لبقى يجيبوا هيك شغلات مسخرة لابني أسعاد. وليش بقى؟ لولا ما كانوا بيحبوه ما كانوا بيجيبوا له هيك شغلات. ما بدي يطلع الولد مثل البنات، بدي يا رجال زقرت ارفع راسي فيه. فهمتي التكتيك تبعي خانوم؟ ايه. وشو بدك ياهم بعد يجيبوا له؟ خليهم يجيبوا له رشاشات، بواريد، بومبات، فرود إرهاب، دبابات مصفحات، طيارات، قنابل، لك شي من هالنوعية شو بكي؟ أما هاي شغلة الدباب ما بيحملوها إلا الدباب. يلا بابا خلصني، يلا إلا لأمك خاطرك، كف رجال مثل زكرتاوية، يلا لتشوف. باي باي ماما. لك اطرق كف رجال. لك إيه تعال خلصني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا حباب. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. سلم بابا على عمك. سلم. كف رجال. ما شاء الله. أيوة ما شاء الله عليك. أبو إيش حضرتك؟ الداعي أبو غسان. عاشت الأسامي والله يا أبو غسان. أهلي وسهلي. إيه أخونا الكريم؟ نعم. بدي تأخذ لي صورة معتبرة لهالقبضاي. حاضر تفضلوا. ما خلصت كلامي لسه. آسف أمور. بعدين بدي منك تكبر لي الصورة وتبروز لي إياها هيك برواز غالي. إيه مو مشكلة. أهلا وسهلا، تفضل لجوا على الاستوديو. ولا لاحق. أهلا وسهلا بشواربك. أهلين يا فوت بابا فوت. فوت بيي. فوت لألا فوت. تعال لشوف عودهم. ايوه لا تحروك، لا تعزبوا لعمو، شعراتك مشطين ما في منهم. خود مسيك لألك، سكو بيدك هيك. ايوه شبك؟ لا طلعوا نهورون وقف. ايوه شبك مشلوش؟ هدول صور بني آدمين، بعمرك ما شفت بني آدمين انت؟ قل هو الله واحد. شو هاد؟ شو حامل ولد؟ شو حامل يعني؟ فرد حقيقي؟ إلا كان تقليد؟ هذا الفرد الشخصي تبع محسوبك أبو أسعد. وفي رصاص ليكون متكوك؟ يمكن ما في،
ما بعرف والله استنى لجو. لا اطمن ابو غسان ما في فرد فاضي مسيك. هل هذا الفرد مرخص ولا هيك وهيك؟ والله هو لحد هلا ماله مرخص، بس بدي رخصه بحجه اني راعي غنم. واذا اجت الشرطه لعندي وشافت هذا الفرد ما بتخرب بيتي؟ ولك شو بك متوهم؟ والله ما كنت متصورك بلا مؤاخذه وخروق لهالدرجه. بعدين شو بده يصير يعني؟ ما راح يصير شيء، ليش مين بده يخبر الشرطه؟ اولاد الحرام كتار، ما بتعرف يا استاذ شلون الواحد تجي ساعه النحس. هلا كلها دقيقتين، نصور الصغير ونتيسر. ماشي الحال. بدك صور ابنك على الواقف ولا على العاعد؟ لا على العاعد، اهيب واركز. حاضر. عمو عود من هيك. ايوه. لك يا ابني خلي المسدس على الحيط الله يرضى عليك. ايوه. لا اله الا الله. شبك طول بالك يا ابني. ايوه وقف هيك. حلو. ثانيه خليك هيك على الوضع ثانيه واحده بس. يا كريم. عمو طلع فيني لهون. ايوه برافو عليك. ايوه ابتسم عمو ابتسم نشوف. لك وين راح الولد؟ ما راح بعيد. لك وينه؟ هون جنب الحيط. قوم عمو قوم قوم تعال يا ابني هلكتني. عود لك يا ابني عود. ايوه وينك؟ طلع فيني انا ولا تتحرك لحتى اقول لك تحرك مفهوم؟ خليك عم طلع فيني. لك ابني ايوه لعندي. لك لعندي لك ابني. لا تعذب عمك ابو غسان يا بي، واذا وقفت مليح راح اشتري لك بوزه. بدي بوزة بابا. لك شو عم نحكي لك؟ إذا ما تحركت ووقفت مليح راح اشتري لك بوزة. بدي بوزة هلا بابا. لا مو هلا مو هلا، بس يصورك عمو أبو غسان صورة حلوة بشتري لك بوري بوزة. ما بعرف بابا بدي بوزة. هلا ضروري تذكره بالبوزة يا أستاذ. عمو هلا وقت صورك ببعت لك أبوك يجيب لك بوزة. منيح؟ طلع فيني لهون بنص الكاميرا تطلع. بدي بوزة. لك مو هلا البوصه يلعن ابو البوصه. طيب شو رايك ابو غسان روح جيب له بوري بوصه حتى يوقف مليح. يا اخي وين بدك تروح هلا؟ انا مالي فاضيلكم خلصوني الله يرضى عليكم. بابا بدي بوصه. ولك العمى بقلبك؟ لك اهدا شو مركب زنبلك اسمه البوصه؟ لا انا ما بسمح لك. ها ليش هيك عم تحكي مع الولد؟ لا تخاف يا ابي لا تخاف، هذا زلمه ما بخوف مثل ناد يعني. اوعك اوعك يا حباب الله يرضى عليك، لا تحكي هيك مع الولد مره ثانيه، خلينا اصحاب الله يحن عليك. اخي اخطانا بنطلب منك السماح، بس خلصوني وراي اشغال، انا مالي فاضي لك عمي. حط ايدك هيك عمو. لك يا ابني هيك. حبيبي هذا المسدس تقيل على ايد ابنك، شو رايك صور لك اياه مسدس من عندي؟ وشو شكله فردك؟ شو شكله؟ بلاستيك، شو شكله يعني؟ هذا هو ها؟ هذا هو. ولك شو انت ما بتستحي انت؟ طع شرش الحياه عندك ولا ما عاد فيك جنس الخجل؟ ليش بقى؟ شو اذنبنا اخي؟ بدك ياني صور ابني بفرد بلاستيك حتى صير مضحكه قدام سكرتاويه الحاره؟ وشو عرفوا انه هذا فرد بلاستيك ولا فرد حقيقي؟ ولك حبيبي لا تخبص في الحكي الله يرضى عليك، ولا تخلي عيني تحمر منك. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ هدول اللي عم تقول عنهم ما بيعرفوا البلاستيكي من الحقيقي، هدول خبراء بالسلاح. خلقانين مع فرود ستاندرد والبرابيلو والكولت والسميت والمكروف، وبيعرفوا نوع الفرد من لمعته لك من صوته من اللحمسة، ومقوصين فيه رصاص على عدد شعر راسك. حاضر سحبنا كلامنا اخي. ايه؟ راح صور لك ابنك بمسدس تبعك منيح. ابري علي. حاضر عمو ارفع المسدس هيك الله يرضى عليك. ساعده بابا. يا ابني هيك. ايوه ايوه خليك هيك. ساعده يا ابي ساعده. يلا ايوه. اي اخ اخ امنتوا بالله على هالنهار. اخ مشط رجلي راح. لك انا مشط هاد ما صار شيء. شو بك؟ العمى شو نعنع؟ اخي انا ما عاد بدي صور ابنك، لقيلك مصور تاني بيكون احسن لك. ولك طول بالك. شو بك؟ ما خربت الدنيا، العمى شو انك خروق ومتشتش. اخي هي تركت لك الاستوديو إلك ولابنك ولمسدسك لفردك، بطلت صوركم بطلت. اخ اخ لك وين رحت يا حباب يا عبضاي؟
العمى اخص عرجال الغريبة. ام اسعد، يا ام اسعد. اهلين ابو اسعد. اهلين امي. اهلين فيكي. شو ملاقيك راجع ومعك كاميرا؟ شو ما صورت صغير عند المصور؟ ما صار نصيب، بقى استعرت هالكاميرا من عند ابن اختي صياح حتى صوره هون وناخد راحتنا على 24 ايراط وهو حامل الفرد مثل السلاطين. دبر حالك، انا ماني فاضيه، عندي كوم تكوي. تعال لك بابا، تعال تعال ريتا ما تبلى هالبدله عليك، عليم الله طالع مثل الدوتشي موسوليني. عود لك عود. شوف هلا بتقعد منيح، بترفع راسك شوي، ارفع راسك. ايوه عبيس عبيس، سكر تمك مزبوط، لا تفتحه، حط العقدة على وشك. بدي على وشك العقدة تبان كأنك زلمة بياكل الحديد والصخر، فهمت؟ خد الفرد لقلك، هات هي مع البوزة، خد الفرد، اعمله هيك على صدرك، امسكه هيك على صدرك، هيك هيك مثل أبوك بالصورة، فهمت؟ فهمت؟ عبيس عبيس، ايوه عبيس، لا تحرك، ايوه تطلع علي لما بقول لك تطلع، فهمت؟ يلا. لك تعال لهون، شو بك؟ شو بك طاير عالك؟ تعال لهون لجنني، تعال شوف يا. تعال عود هون، عود وعبيس مثل ما قلت لك، وامسك لي هالفرد هاد بإيديك، مسكة زقرتاوية، فهمت؟ لك ليش عم تطلع؟ شو بك هون تطلع هون؟ هون بدي صورك بالكاميرا أنا هني، طلع، فهمت؟ لك بس ولد، بس لك. أم أسعد، يا ام اسعد. هو علينا لسه كل شوي بتنادي لي، طيب مو شايفني عم بكوي؟ فهمني شو بدك. انه بس بدي افهم من وين جاي هالقطه. انو قطه؟ يعني مالك سمعاني صوتها؟ ايه بسيطه، بيجوز نطه من على الاسطوح او متعبش على شي شجره ونازله عنا. بدك شي تاني؟ لا سلامتك. هلا عيطتلي مشان القطه؟ الحفيظ يحفظك شو قلبك فاضي وعيشك فاضي. لك هاي القطة ما عم تخليني صور الولد، لسه بيحوص يمين وشمال. واقف منيح ولك، واقف، ليش عم تطلع هنيك؟ واقف هون هيك، ارفع راسك. عبيس اطلع لهنيك، هلا بدي صورك هنيك. عبيس ارفع الفرد هيك، قيم ايدك هي، ارفع الفرد هيك، رفعت زقرتاوية، طلع هنيك. عبيس عبيس هون هون هنيك هنيك، خلاص خلاص. عبيس عبيس اشوف. العمى شو صار لك انت كمان؟ ليش ما عم ينكبس الزر؟ العمى على الحظ مزفت. ام اسعد، لك انت ما كنتي تبطليها العاده؟ انبح صوتي وانا عم نادي لك، ليش ما عم تردي؟ طيب يا ابو اسعد مانك شايفني مشغوله؟ قلي لشوف شو بدك. لك زر الكاميرا هاد ما عم ينكبس، بكبسه ما بينكبس مثل الحجر. لا وشوفي على هالحظ الاكل هوا، بعد ما زبطت قعده الولد الزر ما كبس، اكيد الكاميرا عطلانه. هات لشوف بلا ما تنزعها. ما شاء الله حولك، ايمانك فاتح العدسه ها؟ وزر الفلاش كمان ما نكابسه، شريف، بقى شلون بدك اياها تصوي؟ خذ مشان الله، روح صوره وخلصني، خذ. هاتي. يا حبيبي كملت والله. لك
هاك وين الفرد؟ آه؟ وين حطيته؟ ولو بكتركه بقى من ايدك جاوبني وين الفرد؟ وين حطيت الفرد؟ لك بدي الفرد انا وين الفرد؟ لك قول وين الفرد قل لي؟ لك احكي بقى خلصني يا نسناس الفرد وينه؟ شبو ليش عم يبكي؟ كان الفرد بايده فتت لعندك لحتى اشوف شو قصة الكاميرا طلعت ما لقيت الفرد عقلي طار من برجه ايه طول بالك انت التاني الا ما يلتقى وين بده يروح يعني؟ راح الفرد يا ابو اسعد راح الفرد اخ يا شماتة العدا فيك يا ابو اسعد يا شماتة العدا بكرة الناس بالحارة بدها تقلي وين فردك وين فردك وبحساب زكرتية والأبضايات يلي بضوع فرده مو خرج يقعد بين الرجال ولك وين رحت بالفرد يا عفريت ايه شبك انت التاني سمعنا لك حاجة تصرخ وهي لقينا لا تزعل ولك يلعن اخت القط لقيت القط ليش انا عم دور على القط ولا يهمك امي خذ حبيبي بتحب القطط انت تقبرني اخو امي خذ خذ اسعد اعمل لها هيك حبيبي اعمل لها هيك شوف رجلك يا حبيبي تكرم عيونك هلا بدي صورك انت والقط لا حول ولا قوه الا بالله لك شي بيحط العقل بالكف إنه الفرد وين راح؟ لك وين طار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله طلع فيي أمي طلع فيي ابتسم لشوف الضحاك يلا تقبر عيوني ورجيني وش القط لشوف لك العمى شوفي شوفي يا افندي وين سدت الفرد امي اسعاد انت اللي كبيت الفرد بالزباله يتقبر قلبي شو انك مزوق هات بوسه تعال يا عمري انت لك يخرب بيتك شو بظلم حدا بزت الفرد بتركه الزباله بهدلتني وكسرت خاطري يا فصعون لا وحلويتها يكون اخذ رطوبه ومي تضرب شو انك خروق ومتشتش